السلام عليكم، مسيكم بالخير. إذا قررت أنك تنزل في أي فندق من فنادق مكة أو جدة، نصيحة لوجه الله، اطلع للغرفة وجرب النت، ترى ما حولك أحد. إن خذوا قريشاتك انسى الموضوع. بعد ما نزلت السناب اللي قبل شوية اللي يقول انتبهوا للفنادق ترى ما فيها نت، جاني واحد من الفندق دق علي وقال لي بساعد. قلت تفضل. قال عندك مشكلة في النت؟ قلتي. قال وين المقطع اللي ما اشتغل عندك عشان يشغله لك؟ يعني والله ما في بالي مقطع معين، لكن خلك عندي لو احتاجنا شيء ولا شيء لينك انت تفتح لي المقطع. السالفة دي ذكرتني بواحد من الاخوان نزل لي في دولة افريقية وكان له البعوض، وقام ودق عليهم قال لهم يا جماعة الحقوني البعوض كلاني. وبعد الله العالم ساعة او ساعتين يقول ارسلوا لي هك الرجال الاسود الطويل اللي معه علبة فليت، دخل تفرج في الغرفة قال الناموسة اللي تبغى تذبحها وينها. يقول قمت اتلفت في الغرفة ادور شيء ولا ايش، قلت يا ابن الحلال بخ على الغرفة كلها، اللي يموت يموت اللي يبقى يبقى. قال لا انا جاي نذبح الناموسة اللي قرصتك واتوكل على الله. انه اللي قال على ستاره ما ادري واحدة او ذنتين، يقول والله ويجي يقول كذا ويقول يبخ عليهم بختين يقول ويتوكل على الله، سلم يرمي له بشوزل. اخيرا ادارة الفندق جزاهم الله خير سولوا لي واحد مع الجهاز الهذاني، تقولون صيادة ناموس وركبها عندي، ونسأل الله انه ييسر امرنا وامرهم. لا تنسوا الوصية اللي وصيتكم اياها حقت اختبار الغرفة قبل لا تنزلون، ترى ما حولكم احد. سلام عليكم.